انك بتكرهيني مو؟ لكن انا رح بعد واطلع من حياة اهان، بس بترجاكي ما تحطي بهيك موقف لاهان. صدقي اهان وعدني انه ما رح يخيب ظني ويكسر ثقتي. صدقيني اذا هالوعد انكسر مرة تانية كل شي بينتهي. عن جد رح تطلعي من حياته؟ رح تقدري تتحملي كل هالألم؟ أنا متعودة على الحزن والألم يا ستي، متعودة من وقت كنت صغيرة كل حدا بحبه وقريب مني لازم أخسره، أمي وأبي وكل حدا. خسرت كل شي من قبل وهلأ كمان عشت بالوجع لما كنت صغيرة، وهلأ رح أرجع أعيشه. لا تخافي، أنا وأهان مالنا لبعض. كيف هيك ستي قدرت تبتزوا لأهان؟ شو هالظلم هاد؟ روج، شو لازم نعمل؟ ستي مالا مبينة أبداً، معقول عملت شي بحالها؟ لا تخافي سونالي، اطمني هي رح تكون منيحة، أهان أكيد رح يلاقيها، بس أنتي اهدي شوي. ستي رجعت شي؟ يا قدير، أنا دورت عليها كتير، بتمنى تكون هالختيارة ماتت، وقتها رح يصير ابتزاز أهان أسهل بكتير كرمال الزواج. ستي اف منك يا قديش لسه بدك تعيشي؟ يلي بعمرها ماتوا كلهم بس هي بعدها عايشة. ستي وين كنتي؟ كنا رح نموت من الخوف عليكي. أهان بعرف قدي كنت خايف من غياب ستي فجأة، بس بشكر القدير إنها رجعت. بكرة رح روح على المعبد صلي لأنها رجعت بخير وسلامة. ستي يلا ارتاحي شوي، رح قوم أعمل قهوة وشاي للكل. ستي تعي خليها ترتاح وأنا رح أجيب الدكتور. لو سمحت إذا في مجال تبعت الدكتور على غرفة ستي لأنه بدي أعمل لها شوية فحوصات. العفو. أها متأكد إنك منيح؟ إيه كل شي صار، قصدي على الطريقة يلي رحت فيها من ال... فأنا كتير آسف، بس أنا أها شو ما عملت أنا بفهم السبب اللي جبرك تعمل هش. إيشكي قدمت كتير وضحت كتير كرمالك وكرمال هالعيلة،
وانت بالمقابل حسيت انه لازم تعمل لها شيء، فحاولت انك تعطيها فرصه احسن هون وتساعدها مشان ما تروح. وهالشيء طبيعي، انت حابب تكافيها على اللي عملته، واكيد انا معك. هي مو فهمانه اي شيء. بيوم العرس انت وافقت انك تتزوجها الى مو الي، اذا بتقدر تنسى اللي صار و يعني اذا جاهز بوعدك انه انسى كل هالشغلات اللي مرت علينا. انا هيك بدي، وعائلتي كمان بدها اياك، وستي هيك بدها كمان. اجى الدكتور، وانت لازم تطلعوا لعند ستي فورا. روح يلا، لسه عنا العمر كله لنحكي بهالقصص. تفضل من هون. وضعها صار تمام، ما في شيء بيخوف، متوترة ومعصبة شوي، وبس ترتاح رح بتصير أحسن. شكرا دكتور. العفو. تصرفتي مثل الأولاد الصغار تماما. مين بيعمل هيك قوليلي لشوف؟ مين بيطلع وبيختفي بدون ما يخبر أي حدا؟ إيه مزبوط، سونالي معها حق، بالعادة الكنة بتدعي لحماتها إنها تروح وتختفي وتتركها على راحتها بالبيت لحالها. بس يا حماتي وقت طلعتي ضايقتي كتير وحسيت قلبي عم يتقطع عليكي. كان لازم تتصلي وتخبرينا على القليلة. تعرفي شو اللي عملتي فينا؟ كانت رح تجينا جلطة، كنا ميتين من الخوف عليكي. معقولة؟ كنا كلنا على أعصابنا، هي وهي وهاد وحتى أنا. كارتيك، هالحكي ما بيفرق عندها، عملت يلي بدها إياه. هي كان بدها بس تخلينا أنا وسونا أيتام مرة تانية، مثل وقت راحت أمي. وإذا راحت هي، مين رح يهتم فينا؟ أهان، امشي. أهان أهان، استنى شوي، شو عم تحكي أنت؟ ما فكرت كيف حماتي ممكن تحس؟ فكرت هي كيف حسينا؟ اسمعني ابني، القصة مو هيك. أنا بس رحت لحتى تنهي حياتك. شو كنتي عم تفكري؟ إذا قتلتي حالك فكرتي شو رح يصير فيني؟ إذا أنت بتنجرحي جرح صغير بحس حالي رح موت. الحمد لله أنك قدرت تلاقيها لحماتي. مو أنا اللي لقيتها. لكن مين لقاها؟ ابني، على الأقل اسماني. شو لسه بدك يعني اسمها؟ مو عملتي يلي بدك إياه؟ كل شي علمتيني إياه أنا وصغير، صح والغلط، سمعتك بكل شي، بس اليوم أنت اللي غلطتي. فشو لازم أعمل؟ أهان، حكيتي مع أهان شي؟ شو قررتوا؟ شو رح تعملوا؟ اشكي، أنا بعرف إنه أنت وأهان بتحبوا بعض، بس أهله مو رضيانين فيني. هادي اللي بدك تحكي؟ بنتي، الزواج مو بس بخصوص شخصين بيحبوا بعض، هو كمان بيخص عائلة كل واحد من هالشخصين اللي عم يتزوجوا. انتي وأهان بتحبوا بعض، بس العائلتين مختلفين عن بعض بكل شيء يا إشكي، ما رح يوافقوا عليكي. اختلاف الحالة الاجتماعية اللي بيناتنا ما فينا نهملها ولازم ناخدها بعين الاعتبار. حتى لو مشي الحال وتزوجتي انتي وأهان، عائلته ما رح تكون رضيانة. خالتي، أنا وانتي منعرف شو اللي بتمنى أنا، بس إذا هالشي ممكن أو لا ما حدا بيعرف. يعني إنه شو رح نستفاد من التوتر؟ ما رح نلاقي حل، صح؟ لازم تتركي كل شي للقدر. إذا فينا نترك الأمور لربنا فليش لنكون متوترين، صح؟ يلا هلا خلينا نعمل شغله واحده بس انه نرتاح وما نفكر. رح شوف المدير اذا بيخلينا شي يوم تاني، ما رح طول. ايش
فينا نحكي شوي؟ إيش كان هلأ خسرت حبيبي وراح سنتين من عمري وأنا عم حاول أتغير لحتى صير البنت اللي بيحبها أهان ويقبل يتزوجها. بس آسفة. بس ليش؟ على يلي صار. مانك مضطرة تعتذري على شي يا إشكي، لأنه بالأساس ما صار شي ولا رح يصير. أهان مستحيل يتركني لحالي. أنتي قدمتي له تضحيات كتير، فأكيد رح يمنعك تسافري. بس تأكدي أهان وين ما راح بيرجع دائما لعندي أنا. أنتي قدمتي كتير تضحيات، يعني طبيعي إنك تكوني مميزة عنده شوي. لهذا السبب أنا تفهمت موقف أهان تجاهك، لأنه هو شخص طيب. وأهان كان متلبك بمشاعره المخربطة، بس أنا دعمته طبعا. ما تفكري أبدا إني مزعوجة منك يا روحي. أنا وأنتي ما في شي بيناتنا أبدا، صدقيني. بصراحة أنا وأهان مبسوطين كتير لأنك رفيقتنا. هالمسكينة ما عرفانة شي أبدا. أهان كان كتير حابب إنه يساعدك، بس ستي ما بتحبك أبدا لأنك مو من الطبقة المخملية مثلنا. بس إذا أهان ما قدر يساعدك أنا بساعدك، لأنه مسؤوليات أهان هي مسؤولياتي طبعا. نحن واحد أساسا. رح تحضري عرسنا ما هيك إشكي؟ بدي أحكي معك. يلا قول أهان. تعالي شوي بدنا نحكي. لسانك ما عم يحكي إلا الكذب، وعيونك ما عم تحكي إلا كل الحقيقة. ما في غيرك أنت بيفهمني. في شخص من زمان قال لي كلام منيح، إذا قادر تتحمل الظروف الصعبة لوحدك، بس مو منيح تكون عنيد مع كل موقف. منيح كتير إذا الواحد قادر يتحمل الظروف الصعبة لوحده، بس يلي مو منيح إنه يكون عنيد دائماً ويفكر حاله صح. تذكرتي؟ هاي مشكلتي أنا، بتذكر كل لحظة عشناها سوا. بس كأنك مو متذكرة شو قلتي لي بهالمكان. نحن بيناتنا كيمياء. أحلى لحظة بحياتي، خليها تطول كمان شوي. أنا بعرف إنك متضايقة وعم تتظاهري قدامي بالقوة. أي شيء قالته ستي أهان، أنا بعرف منيح عيلتك شو بتعني لك، ولحتى تبقى قريب منه أنا لازم روح وبعد منه. هذا الصح. Thank you.
ستك ما بتحبني أبدا. أنا ما فيني غير هالشي. إشكي عم تستسلم بلا ما تحاول. أنا فيي قاتل بعالمي بس مو بعالمك. أهلك هني عالمك. ما فيي حاربهم ولا أتركك. أنت بتعرف منيح شو يعني إنه العيلة ترفض قرار أو شخص. حبيبتي اسمعي مني، إذا كتير معصبة من إيشكي روحي ضربيها كفين على خلقتها بدل ما تموتي حالك هون بسببها. بدي تعرفي إنك كل شي بحياتي، أبي، أمي، رفيقتي، كل شي. اليوم أنا جرحتك. ستي بتعرفي نحن بالعيلة دائماً بنعمل الصح بكل شي. بتمنى لو باخذ عنك كل شي عم بضايقك ويوجعك، وما بتمنى اشوفك لحظة واحدة متوترة. أنا بعرف منيح إنك ما رح تتقبلي إشكي، وأنا ما فيني أكون ضدك، وكمان ما فيني أترك إشكي. دائما كنت حس انه العيلة هي بس يلي بتتحكم بقلبي على طول، بس الحب هو اكثر شيء ممكن يتحكم بالقلب. المشاعر يلي حسيتها مع إشكي ما حسيتها مع حدا تاني ابدا نهائيا. يعني انا بعمل كل شيء مشانك ستي، بس أدري إنه ما فيني أنسى إشكي أبداً. يلي بحسه اتجاه إشكي مستحيل يتغير. بدك تترك وتقهر ستك وعيلتك مشان هاي البنت؟ شو مجنون أنت؟ أنا إمتى قلت هالشي؟ لما انجبرت اختار بين عيلتي وحبي واخترت عيلتي. بالنسبة لإلي أنا تكونوا مبسوطين وتكونوا رضيانين هو الأولوية، ما فيني كون ضدكن، ما فيني ضايقكن أبدا. ولهيك أنا وإشكي قررنا ننهي علاقتنا، بس صدقوني بهالطريقة
بكون طالعتها من حياتي ما بكون طالعتها من قلبي. إشكي رح تطلع من حياتي بس ولا بنت رح تدخل مكانها. ما حدا أبدا. وأي حدا رح يدخل حياتي رح أظلم إشكي وأظلم البنت الثانية معي. أنت دائما بتقولي إني صعب مثل اسمي. أهان فيرما الهوترا AVM ثلاثتهم بيعنوا رجل. اسم إشكي كمان صعب كتير ورح يضل بقلبي وبحياته ما رح يروح أبدا. أنا آسف ريا، ما بدي أظلمك معي وأتزوجك. أنت تستحقي شخص بجنن ما يشوف غيرك. بتمنى تلاقيه عن قريب. ريا لو سمحتي سامحيني إذا بتقدري. أنا آسف. ستي أنت قلتي لازم أختار حدا وأنا اخترت ستي. اخترتك لإلك بس ما تطلبي اختار حدا بحياتي الجاية. يلا لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.